حلو قوي، حلو قوي فوكس الروح المجموعه اللي موجوده دي، واللي انتوا علتوا الحدث ده كان مهم جدا انكم، يعني رغم ان انتوا كنتوا زعلانين ماتش ماجدبورج، لكنه حسيت ان انتوا بتعلوا الحدث. هو بعد ماتش ماجدبورج احنا طبعا يعني بالنسبه لنا طبعا مركز ثالث البرونزيه مهمه طبعا طبعا، هتبقى اعتقد يعني احنا دوافعنا كانت اكتر من برشلونه، اه وكنا عايزين نعمل حاجه، لان بصراحه الجيل اللي احنا فيه بقالنا سنتين اعتقد ان احنا كنا نستحق ميداليه زي دي تستاهلوا، تستاهلوا بالظبط. طبعا على الاقل. ياسر الكابتن خطيب وهو بيزوركم ده في الملعب ده بعد كده، الماتش. ده بعد شياكه الماتش واناقه كابتن خطيب والمهندس خالد مرتجي، وحد تاني كان موجود معانا كابتن ياسر؟ لا كان موجود مهند برضو كان في ال والله يا دكتور مهند. جميل دكتور مهند، كلهم ناس جميله يعني. يعني بعتقد يا ياسر زي ما قال كابتن ياسر لبيب انه الدعم اللي حصل لمجلس اداره، وانت الحمد لله انت من اشبال النادي، وانت مش هتفرق من اشبال النادي او بره النادي، كلكم واحد ومنتمين للنادي يعني. لكن ما تحس ان رئيس النادي راجل رياضي وراجل جنبك وراجل في ظهرك، اعتقد الحاجات دي، وبعدين الحرص على التكريم امبارح مع فريق الكوره، اعتقد تفرق معاك شويه. اكيد الحاجات دي بتفرق، كده كده ان انت اول ما تخلص الماتش ما فيش ساعه او ساعتين بعد الماتش على طول اصلا كابتن خطيب كلمنا، وده مشوار في العاصمه الاداريه يعني، وبعدين قال لي لا انا هبقى موجود، قريب بقى خلاص انا هبقى دلوقتي موجود ما شاء يعني، الله. فساعه او حاجه وكان كابتن خطيب فعلا موجود اتكلم معانا، قال لي ده انجاز كبير ومبسوط وفخور بيكم ان انتوا حققتوه يعني، بس دلوقتي خلاص دي صفحه واتقفلت، والمهم وانتوا لحقتوا تقفلوها يا بابا، انت حاجه غريبه في النادي الاهلي كله تاخد بطوله ولك صفحه وتقفل. طب خلينا نفرح شويه، مكتوب علينا عشان عندكم افراخنا بس بعد بكره يعني. عشان احنا مسافرين كده. انتوا مسافرين الفجر ان شاء الله النهارده. فقال لي صفحه واتقفلت خلاص، عايزين نركز في اللي جاي، كل اللي انتوا عايزينه هيبقى موجود ويتحقق يعني، اللي انتوا عملتوه انجاز كبير جدا، بس عايزين تكملوا عليه كمان، ما يبقاش ده اخر حدودكم او حاجه او ده صحيح. الطموح بتاعكم خلاص يعني. بس فدي حاجه كويسه للفرقه واللعيبه والجهاز الفني كمان، انت تحس ان على طول في دعم وراك، في ناس مهتمه بيك ومركزه معاك، فدي حاجه بتفرق مع اللعيبه اكيد.